اليوم السابع أشارت إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة ونظيره الأوغندي. أكد الرئيس السيسي أنه حرص على حل المسائل العالقة بملف سد النهضة. الحقيقة هذا الملف على قمة الأولويات بين الرئيسين. كمان موسيفيني قال السيسي محارب أنقذ مصر من التطرف ويذكرنا بعبد الناصر. أشار طبعا إلى أن الرئيس السيسي يشبه الزعيم الراحل عبد الناصر في الدفاع عن هوية مصر.